بات يعيشها البيت الوزداد من حيث النتائج بتعثر آخر داخل القواعد، وهذه المرة أمام مولودية العلمة التي تجيد التفاوض خارج ملعبها. بداية اللقاء عرف الضغط من طرف الضيوف الذين لعبوا دون عقدة في محاولات هجومية. وفي هذه اللقطة خطأ من الدفاع، درارجة وبتزيدة قوية تجد واضح الذي ينقذ الموقف. الدقيقة 21 أتت بالجديد وإعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح أبناء العقيبة بعد لمس الكرة أحد لاعبي المولودية. ضربة الجزاء تولى تنفيذها اللاعب حنيفي بنجاح ليسجل الهدف الأول لفريقه. رد فعل المولودية كان بمحاولة هجومية، تسديدة من الناحية اليسرى تجانب مرمى الحارس وضح، ثم هجمة معاكسة من شباب الوزداد، عطفان يمرر إلى عمر عمور الذي يصطدم بالحارس أسرير. ينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الوزداد بهدف دون رد. المرحلة الثانية عرفت نفس سيناريو المرحلة الأولى بسيطرة الضيوف مولودية العلمة وخاصة في وسط الميدان، ثم بعدها يأتي هدف المولودية مباشرة برأسية من حميتي معدلا النتيجة. هدف عقد من مهمة أبناء العقيبة الذين حاولوا العودة في النتيجة وإضافة أهداف أخرى لضمان الفوز. يرتفع رتم المباراة وترتفع معه تشجيعات أنصار شباب الوزداد الذين لم يفقدوا الأمل في الفوز في هذه المباراة، وحيرة للمدرب جاموندي أمام تفوق يعيش في الجانب التكتيكي خلال هذه المباراة. محاولات هجومية من الطرفين، تسديدة من ربيح تذهب فوق المرمى، ثم محاولة من عمر عمور وبن علجية يحاول التسجيل، يتألق أسرير والدفاع ينقذ الموقف. يأتي الرد من المولودية بتسديدة وصالح لكن دون فعالية. آخر لقطة في اللقاء بهذه الركنية وعبدات يحاول التسجيل، أسرير دائما في المكان المناسب، لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. اليوم كنا محضرين مقابلة كما ينبغي، نظن أن اللاعبين اليوم أدوا التعليمات تاع المدرب والحمد لله هنا براتيكي بون فوتبول اليوم اللي خلانا نعودوا بنتيجة إيجابية. المقابلة كانت عرفت ندية كبيرة في أشواط ديالها، فكنا يعني في الشوط الأول خرجنا يعني بنتيجة ديال الفوز، كنا نقتلوا المقابلة في الشوط الأول يعني في يعني الفرصة اللي جاتنا من بعد الهدف كنا نسجلوا الهدف الثاني نقتلوا المقابلة، ولكن فكما شتي يعني مع بداية الشوط الثاني فتمكن الفريق العلمي أنه يسجل هدف التعادل وتراجع للوراء. هذا اللي ما تحش اللاعبين ديالنا اننا يعني نلقاو ممرات فين نخلقوا محاولات، ورغم ذلك فقط خلقنا محاولات والحظ ما كانش بجانبنا.